جديدة على الهواء. تعالوا نبدأ موضوعاتنا ب اسأل الرئيس. هي مبادرة بتكون فيها الأسئلة بكل شفافية وبكل وضوح وبكل صراحة، وبيتم الإجابة عليها من خلال رئيس الجمهورية بنفسه في المؤتمرات الشبابية الدورية، اللي الحقيقة أصبحت متنفسا للشباب لتوجيه كل الأسئلة المتعلقة بكل القضايا، يعني حتى القضايا الأمنية والسياسية والاجتماعية والمعيشية والاقتصادية، فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية وما يتعلق أيضا بالأوضاع الخارجية. تعالوا نشوف هذه المبادرة الدورية جدا، اللي كل مدة بيلتقي الرئيس ويجيب على كل أسئلة الشباب. اسأل الرئيس بوضوح وبشفافية في كل القضايا، مفيش محددات، مفيش حواجز، مفيش حدود للأسئلة، مفيش قيود تتعلق بهذه الأسئلة. يمكن أن توجه سؤالا يتعلق بأي قضية مهما كانت حساسيتها، حتى الرئيس يتيح للجميع حتى بعض القضايا الأمنية حتى بتلاقي فيها أسئلة بيجيب عليها الرئيس بوضوح، أوضاع داخلية أو قضايا متعلقة بالساحة الخارجية، كل القضايا لأزماتنا المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وحتى للقضايا السياسية المختلفة كمان. في